مش لاقيين انابيب. والنهارده جت بيقولوا ثلاث عربيات وما حدش لاقي. ثلاث عربيات ماشي، ولا عربيه خدت، ولا عربيه ولا عربيه واحده، عربيه بابا خدت منها الصبح. عربيات جت نزلت اه ثلاث عربيات 6 ونص الصبح 6 6 بس سلاح كلهم خدوهم. مش احنا اساسا بص احنا جينا لنا الانابيب موجوده بس ما ادوناش، ادوا الصريحه وادوا البياعين واحنا واقفين الوقفه دي. احنا من الساعه 7 كده جينا لقينا ثلاث انابيب واقفين، ثلاث عربيات الساعه 7 كده احنا واقفين، ثلاث عربيات واقفين. لما احنا اللي واقفين كده والعربيات الصراحه ياخدوها واحنا ما ناخدهاش، احنا يا اهالي نعمل ايه؟ واحد جاي يقول لك هاتي 30 جنيه وانا املالك امبوبه، هاتي 50 جنيه وانا املالك امبوبه. احنا نجيب منين 50 جنيه ولا نجيب منين 30 جنيه امبوبه؟ وناكل بقيه العيال منين؟ ثلاث ايام باجي خميس الجمعه. النهارده كنت هنا الساعه 6 الصبح، كانوا ثلاث عربيات الصبح، ثلاثة اتنين ونص خدوهم السريعه ونص عربيه فرقوهم علينا ما كملوش، لسه الابواب بتاعتها ما اتفتحتش لغايه دلوقتي. اللي بيقول لك ماليش لاقين ناس تاخد العربيات بس رقابه ما فيش، حكومه ما فيش، اي حاجه في البلد ما فيش، بلد سايبه. اللي حصل كل شويه يجي عربيات اسمه ده عجل وموتوسيكلات ويدخلوا انابيب جوه، ولا في اي حد بيمشي ويقول لك ما فيش انابيب جاي، والحكومه لسه ماشيه دلوقتي. بقول لك ب 60 جنيه 60 جنيه 60 جنيه 60 جنيه انا اروح اجيبها من الراجل اللي بيبيع السريح من بيته، لكن لغايه عندي انا بالبيت 70 جنيه. انت عندك بقالك كام يوم قاعد من غير انبوبه في البيت؟ بقالي 6 ايام 6 ايام كامله. انا الساعه 7 اول ما جيت لقيت العربيات كلها فاتت. بقالك كام يوم قاعد من غير انبوبه في البيت؟ 4 ايام. كل يوم بتيجي هنا المستودع ولا بتروح اماكن تاني؟ اه انا جي عشان ما اكذبش عليك، انا جي اهو مره حتى ما فيش انبوبه بالغالي نجيبها، يعني ما فيش انابيب في البيت. ايوه فجايين اهو نقف، بنقف زي الناس، بس ما فيش مره وقفنا واخدت انبوبه.